ما تبطلي عياطه يا ست انت، انا مش ناقص. انا صبرت عليكي كتير، بعد كده هتشوفي وش تاني عمرك ما هتشوفيه. انا قلت لحضرتك على اللي عندي، ومش عارفه ليه حضرتك مش عايز تصدقني. لان التحريات اللي عندي بتؤكد غير كده، وبتقول ان انت كنت مأجره عربيتك وقت وقوع الجريمه وبتأجريها على طول، يعني ساعه الحادثه العربيه ما كانتش معاكي. انا ما اعرفش اي جريمه او حادث، لا لي علاقه بيها ولا بعربيتي، انا ما بأجرهاش. معقوله لسه مصره على موقفك؟ تحبي اقول لك ايه اللي حصل لنا في عربيتك؟ يمكن ضميرك يصحى شويه. ولا عايز اعرف حاجه ولا اسمع حاجه. بتتصدري على الوحوش دي ليه؟ انا مش فاهمه، ده ممكن يحصل لك او يحصل لبنتك، ما بتخافيش ربنا؟ من فضلك يا دكتور عبلة، انا بس اللي اسال. انا ما بتسطرش على حد، واكيد حضرتك حفظت رقم العربيه غلط. يا ست انت التحريات اللي عندنا بتؤكد ان عربيتك هي اللي تم بيها الجريمه. انا قلت لحضرتك على اللي عندي. خلاص، يبقى نبعتك للنيابه عشان تحقق معاكي، وهي بقى اللي تشوف لها صرفه معاكي. انا عندي بنت عندها 3 سنين وسايباها عند الجيران من الصبح، ما ينفعش. يا هانم، مش هتخرجي من هنا غير لما تقولي بالظبط عربيتك كانت متاجره لمين وازاي وحصل بيها ايه. وعلى فكره، لو بعتناك النيابه مع التحريات بتاعتنا واقوال الدكتوره، النيابه هتؤمر بحبسك 4 ايام على ذمه التحقيق. بعد كده هتتعرضي على قاضي المعارضات اللي باذن الله هيديكي كمان 15 يوم. كل ده هيحصل باذن الله لما تباتي النهارده في الحجز وتعرفي يعني ايه حجز. بيقولوا ان الساعه بتاع الحجز ما بتمشيش. انا ما عملتش جريمه عشان خاطر اتحبس. عموما انا اسمي العميد محمود، لو حصل اي حاجه وقررت تتعاوني معايا او تقولي الحقيقه، اندهي بس على الصول اللي موجود، قولوا له عايز اقابل العميد محمود. خدها. بدل ما شراح. حاضر حاضر حاضر. انا عارف جبنا البلاوي دي منين، احنا ناقصين عرب. بس كده يا فندم المسائل هتطول معانا. طبعا وجود المسائل هتفرق قوي. طيب يا فندم، بشكرك يا فندم، ده شكرا على الثقه الغاليه دي، مع الف سلامه. ما تزعليش مني اذا كنت يعني زعقتلك او كده قدام الست. وانا كمان اتخضيت، انا ما فهمتش حضرتك عملت كده ليه معايا. هو لازم تسجنوها؟ مفيش حل تاني يعني؟ ايه صعبان عليك يا دكتوره؟ ما هو اللي بيشتغل شغلانتنا دي لازم ينسى عواطفه ومشاعره ايا كانت علشان يقدر يوصل للحقيقه. هي بس ام وعندها بنت عمرها 3 سنين وسايباها عند الجيران يعني. اطمني يا دكتوره، كلها 3-4 ساعات وهتلاقيها نطه قدامي هنا بتعترف بكل حاجه. الا قولي لي اخبار سميحه وحنان ايه؟ سميحه لسه في المستشفى، وحنان انا تصورت انها هتيجي تبلغ، بس بعد اللي حصل لي واللي جرالي من الناس اللي حواليا فهمت ليه هي ما جاتش بلغت. ممكن استاذن بعد اذنك؟ طبعا، اتفضلي اتفضلي حضرتك. انا هرجع تاني يا فندم بالليل عشان اعرف ايه اللي حصل في القضيه، واذا كنتوا عرفتوا اي حاجه من الست بتاعت العربيه دي ممكن. تنوري، هستناك. شكرا. مع السلامه. ترى ايه يا بنت انتي؟ انتي جايه يا اختي تقلبي علينا المواجع؟ ثلاثه بالله العظيم لو سمعتي صوتك هخلي ليله اهلك صادة. بس يا بنت اتكلمي بقى، دي ظاهرة عليها اول مره تدخل البيت. اول مره تتحبسي يا بنت؟ ايوه. ادب ولا مخدرات يا عنيا؟ ولا ده ولا ده. اوعي اوعي تكوني زهقتي من جوزك وذبحتيه وحطيتيه في اكياس. لا امال جيتي هنا ليه؟ يا بس حرام عليكو، انا عندي بنت عندها 3 سنين سايباها عند الجيران من الصبح، قلت لهم ساعه وهرجع، قلبي واكني عليها برضه. بتعيطي تاني؟
يا حبيبتي. يلا يا بنت انت وهي وصباها في حالها، دي باين عليها غلبانه قوي. قومي يلا. ما يتهيأليش ناس عندها نخوة انهم يخافوا يشهدوا فيسيبوا عرض بنتهم يروح هدر. ما تنساش يا فندم انهم سعيدة، والخوف لدرجة الرعب من الفضايح والعار من وجهة نظرهم أمر بكتير من اللي حصل لهم. ده اللي أنا عايشة فيه. لو افترضنا أن احنا قبضنا على الجناه، شهادة حنان دلوقتي هتبقى مهمة جدا، لأنها تحول القضية من مجرد اغتصاب لهتك عرض كمان. يبقى لازم ألاقي طريقة أقنع حنان أنها تيجي تدلي بأقوالها. خير يا يسري؟ بشرة خير يا محمود بيه. على الله يكون اللي في بالي حصل. مظبوط يا محمود بيه، أمال صاحبة العربية قاعدة في الحجز تزعق وطالبة مقابلة سعادتك. ومستني إيه؟ طلعها على طول. حاضر يا فندم. أرجوك أنا هقولك على كل حاجة، بس أرجوك يا سيادة العميد أبوس إيدك أبوس إيدك، تسيبني أتصل بجيران وأطمن على بنتي الأول. الأول تتكلمي حضرتك، وبعد كده هتروح لبنتك وفورا تروحي لها معززة مكرمة. من فضلك يا فندم خليها تطمن على بنتها، أنا مقدرة مشاعرها كأم. مئة مرة قلت لحضرتك ممكن ما تتكلميش، أنا بس اللي أتكلم. حاضر حاضر. قبل ما أتكلم من فضلك أوعدني إنك توفر لي الحماية الكاملة ليا ولبنتي الأول. طبعا دي وظيفتنا. بس الخطر اللي بيهددني أنا وبنتي خطر فظيع. أنا كنت متوقع طبعا إن هما بيهددوكي، علشان كده أنا بوعدك إن احنا هنوفر لك حماية مهما كان نوع التهديد اللي أنت بتتعرضي له. أوعدني الأول. وبعدين بقى ست امال خلاص، ما انا قلت لك وعد. انا فعلا زي ما تحرياتكم اثبتت انا ما كنتش مسافره اسكندريه بالعربيه، والعربيه من يوم جوزي ما مات وانا باجرها لمكتب تاجير سيارات، ومن 3 اسابيع كنت ماجرها لمكتب تاجير سيارات في شارع فيصل لواحده اسمها شوشه وجوزها اسمه سيد، جالي سيد البيت ورجع لي مفاتيح العربيه واداني ايجار شهر كامل، وكان ماسك في ايده جيركن ميه نار وحلف لي ان انا لو جبت سيره لاي حد وخصوصا البوليس ان انا كنت مأجرهم العربيه او العربيه كانت في عهده مكتبهم هيجيب لي عيال صغيرين يشوهوني ويشوهوا بنتي. يا فندم اكيد سيد ده واحد من المجرمين، انا قلت لحضرتك انهم كانوا بيهددونا بجرك ميه نار. من فضلك يا دكتوره اهدي شويه عشان اعرف اشوف شغل. سيد ده كان تقريبا عنده كام سنه؟ في حدود 30 سنه. ايوه ايوه يا فندم 30 سنه، شعره خفيف اكرد شويه. مظبوط. اسمه سيد ايه يا ملام؟ اللي اعرفه ان اسمه سيد شكمان، عنده ورشه تصليح شكمانات قصاد المكتب بتاع مراته في نفس شارع فيصل. سامحيني يا دكتور انا قلبي كان بيتقطع وانت بتحكي لي اللي حصل لكم، لكن انا ام متخيليش لما سيد ده جاي معاه جركن ميه نار وبيهددني ان هيشوه بنتي الوحيده. عذراكي عذراكي عشان شفته، بس انت لقيتي اللي يحميكي، احنا ما لقيناش حد يحمينا. ادوني اسبوع واحد بس ابيع الشقه واقدم طلب نقل لشغلي وانقل اقامتي كلها انا وبنتي اسكندريه عشان ابعد عن تهديده. اولا لا هتحتاجي تنقلي شغلك ولا تهربي انت وبنتك على اسكندريه ولا تبيعي شقتك ولا حاجه، لانه هيشرفنا حالك. خش. عمك يا باشا. ابعت لي سيادة العقيد يسري فورا. عمك يا باشا. أرجوك يا دكتور عبلة لازم تروحي لحنان تاني. أنت هتحاولي تقنعيها غيرنا احنا خالص. أنت بتقولي إنها تلمستك وإنها بتثق فيكي، فمحاولتك معاها هتبقى أجدى بكتير قوي من محاولتنا معاها. وأنا يا فندم؟ أنت هتتفضلي تروحي لبنتك فورا ومعاكي ظابط واتنين أمناء شرطة لحمايتك. هيفضلوا معاك لغايه ما نقبض على سيد شكمان ونجيبه هنا، وبعد كده انت اللي هتحددي تقولي انا مش عايزه بقى للظابط ولا امناء الشرطه وانت في عهدتنا.